السلام عليكم. تحضيرا لملف الترشيح يعني احتضان بطولة إفريقيا للأمم 2025، يتم حاليا تهيئة ملعب البوليدة، والآن نشاهد أن يعني عملية زرع العشب الطبيعي اللي بدأ يعني ينبت في أرضية ميدان البوليدة أيضا، وكذلك نشوف جانب من الأشغال نتاع التهيئة حسب يعني المعايير تاع الفيفا. إذا نخليكم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.